ومشاهدينا اكيد اليوم جولتنا مثل ما ذكرنا ويا كرار، خلينا نصبح عليه. يسعد صباحك كرار. يسعد صباحك كرار. طبعا مثل ما عرفنا اليوم كرار موجود بمكان بيها مدارس وطلاب ومعارض واكو فن بالموضوع واطفال، فاكيد راح تكون الجوله كلش حلوه يعني. فيسعد صباحك كرار، انت ويانا. يسعد صباحكم، صباح الخير عليكم وعلى نعم كل من طبعا كرار. اذا ممكن يعني انه تقول للمصور الكريم انه بس يثبت الكاميرا حتى نقدر نشوف اللوحات اللي موجوده، لانه اللوحات كلش حلوه، فاحنا حابين نستمتع وياك بهذه الجوله. يعني بصراحه اليوم مدرسه ايليا اقامت هذا المعرض الفني اللي مختص باعمال الطلبه و التلاميذ يعني من الجنسين الذكور والإناث، وتقديم نتاجاتهم الفنية اللي اشتغلوا عليها هم وأساتذتهم من يعني خلال أشهر حتى هاي اللحظة. اليوم هم هذا الأعمال كلها اللي جاي تشوفوها هي أعمال لطلبة، يعني أعمارهم ما تتجاوز 10 أو 12 سنة. فتخيلوا مثل هذه الأفكار، مثل هاي التصاميم، مثل هذا النتاج والامكانات الموجوده، شيء كلش حلو. طبعا المعرض تقسم الى 3 اقسام، قسم للبنين وقسم للبنات، اضافه الى القسم الثالث هو قسم التربيه الخاصه، هذا القسم اللي يستقبل الاطفال من ذوي يعني الامكانات المحدوده او يعني قله بالنمو عندهم او غيرها من المشاكل الصحيه، هم هنا بهاي المدرسه يستقبلوهم ويعني يقومون بتدريبهم وتربيتهم يعني بطريقه تختلف عن يعني اقرانهم الاعتياديين. بالنسبه لهذا المكان فمثل ما تشوفون مئات اللوحات، مئات التصاميم اللي موجوده راح نتحدث وياكم بها وللمشاهدين اني والست موجوده. صباح الخير. صباح الانوار، اهلا وسهلا. اهلا بكم. تحدثينا عن المعرض، شلون شكلتوا المعرض؟ شلون بلشتوا فيه؟ منو اللي افتتحه؟ طبعا بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع من مارس ومن كل عام مجموعه مدارس هي النموذجيه تقوم بعمل حسب التقويم، طبعا تقوم بعمل معرض سنوي تحت عنوان بالفن ترتقي الامم. معرضنا طبعا هو مشترك ما بين إيليا الابتدائية للبنين، إيليا الابتدائية للبنات، وإيليا للتربية الخاصة، أيضا ثانوية الجودي للمتفوقين والمتفوقات، وأيضا ثانوية إيليا للبنين والبنات. يعني هذا المعرض مشترك. احنا بدورنا كأساتذة للتربية الفنية، مجموعة من الأساتذة، حاولنا جهد الإمكان أن نقوم بشحذ الطاقات سواء كانت الشبابية بالثانوية أو طاقات الأطفال لعمل لوحات تتسم بالإبداع بالجمال. أيضا شاركنا مجموعة من أعمالنا الخاصة هي رسالة للمجتمع، نحاول أن نجمله قدر الإمكان، فشيء بسيط الفن تأثيره مخدر لطيف على الحياة، وإحنا نحاول قدر الإمكان أنه نجمل الحياة ونلونها بطريقتنا الخاصة. طيب بالنسبة لل يعني الطاقات اللي موجودة، الأعمال اللي موجودة أعمال بصراحة قد تكون تفوق أعمارهم، طيب أنتم ساعدتوهم بها؟ لو قدمتوا لهم يعني الأساسيات وهم اللي اشتغلوا؟ احنا بالبداية نشتغل أمامهم، بعدها نعطيهم المواد ونبدأ محاولة عملية توجيههم، يعني نسوي كذا، اشتغل كذا، خلي كذا، إذا تخلي تشي راح يكون أفضل وأجمل، فهي يعني عملية توجيه لا أكثر، لكن الإبداع الحقيقي يكون بذات الشخص، إذا الشخص بداخله روح فنية فأني يعني صدقني راح تكون اللوحات إبداعية بشكل كبير. شكرا جزيلا. نعم، بالنسبة للأقسام اللي موجودة بهذا المعرض فهي بالنسبة لقسم الموسيقى الأستاذ هنا يعرض يعني فد مقطوعات موسيقية للحاضرين، أما بالنسبة للرسومات فهي يعني رسومات مختلفة يعني للجانب الديني، الإسلامي، الاجتماعي، المناظر الطبيعية، البورتري وغيرها من يعني أنواع الفن اللي يعني تميزوا به بصراحة بهذه الأعمار. بالنسبة للرسم المباشر أيضا فمثل ما تشاهدون هاي الأطفال يعني يرسمون رسم مباشر، يعني صراحة طريقة إبداعية، طريقة مختلفة عن المألوف، إمكانات قد تكون غير محدودة يعني بالنسبة لمثل هيك عمر، مثل هيك إمكانات جاي نشوفها.
فخلونا نجول اكثر، نتعرف على المعرض، نشوف شنو اللي موجود بيه ايضا. يعني كثير من الطاقات، يعني هسه مثل ما تشاهدون الاعمال اليدويه اللي يقدموها التلميذات هنا، فشيء لطيف مختلف تماما عن المعارض اللي نشوفها بمثل هيك عمر يأدونها الأطفال. يعني صراحة قد يكون يعجز اللسان عن اللي جاي يقدمونه، لأن إمكانات عالية بنفس الوقت بأعمار صغيرة. يعني هذول الأطفال قد يكون لهم مستقبل رائع بالنسبة للفن وبالنسبة للذوق، إضافة إلى اللمسات اللي يقدموها، ويعني للمستفيد او المشاهد او المتلقي. فبالتالي يعني مثل هيك مكانات، مثل هيك معارض، نشوف انه الاطفال جاي تتطور مهاراتهم، جاي تكون عندهم امكانيات اعلى، يعني فكريا اوسع يكونون. فحتى الملابس الجميله اللي يلبسوها الاطفال تكون مختلفه قد تكون عن بقيه الاماكن، فهذا يميز ايضا محافظه النجف بالنسبه لمعارضها الفنيه والادبيه. بالنسبه ايضا يعني للاقسام اللي موجوده، فمثل ما تشاهدون هذا القسم هو للتربيه الخاصه، هذا القسم اللي هو محبب لكل المشاهدين، محبب لنا دائما. نحب نشوف انه اقسام التربيه الخاصه شنو نتاجاتهم، شنو يقدمون هم كاطفال، يكونون مختلفين نوعا ما لكن لطيفين حبوبين، يحبون يعني يقدمون اكثر الابداعاتهم باشكالهم المختلفه. فشيء كلش ايجابي يكون للطفل حسب يعني ذوي الاهالي، يعني ذوي الاطفال، شيء ايجابي تكون هاي المعارض الفنيه تقام بالمدارس بشكل دوري، حتى يعني اكو طاقه داخل كل طالب او طالبه حتى تتفرغ هاي الطاقه بشيء ايجابي مفيد، بنفس الوقت يكون يعني يخدم. نعم كرار طبعا بدنا نشوف لوحات كلش حلوه ومميزه، يعني الاعمار متفاوته، يعني الاعمار كبيره وصغيره، لو فقط يعني اطفال، يعني خاصة كرار هذه اللوحة اللي بظهرك يعني مبين انه هو يعني رسام محترف. نعم حتى شخص يعني كل اللوحات مبتدر. يعني راقية وحلوة، عبالك مو مال يعني هاي مال يا عمر، ممكن نعرف الاعمار اللي موجودة مشاركة بالمعرض؟ هذه اللوحات قسم من عندها رسموها يعني معلمات الفنية، القسم الثاني يعني مثلا هاي اللوحات اللي جاي تشوفوها، هاي اللوحات هي اللي رسموها الطلبة، يعني الطلبة اللي أو التلاميذ اللي أعمارهم يعني دون ال 12 سنة، هي مرحلة الابتدائية. فمثل ما تشاهدون إنه نوع فني جديد مختلف بعمر صغير، يعني راح يقدم ممكن منجز فني بالمستقبل بقادم الأيام، راح يكون مغاير يعني للي معتاد. نعم فعلا يعني كرار احنا يمكن لما كنا باعمارهم يا دوب كنا نرسم ورده والمنظر الطبيعي ونحط الشمس اهم شيء والعصافير دا يطيرون، ولكن ما شاء الله عليهم هم يعني عندهم موهبه كلش كبيره ومشتغلين على هذه الموهبه مبين. واضح يعني الرسومات بها رسائل معينه، يعني مو انه بس مجرد رسم. كنا نرسم البيت مثلث ونهر، صح بالضبط، ويعني النخله العراقيه الشامخه لكن بطريقه كلش مختلفه عن الواقع نرسمها، لكن اليوم مثل ما تشاهدون رسومات مختلفه تماما يعني عن اللي كرار. ماكو احد راسم الجبال والبيت المثلث من عندهم؟ هذه الرسمه اللي قبل احنا كنا نرسمها. هاي الرسمات اللي كنا نرسمها، يعني بصراحة أنا كنت أرسم البيت المثلث والنهر اللي يمه، إضافة إلى النخلة اللي ما لها أي علاقة بالنخلة الحقيقية، هذا اللي كنت أرسمه أنا بكل ما شاء الله كنت حلوة. لكن اليوم الأطفال مختلفين تماما، رسمتهم مختلفة، وضعهم مختلف،
تماما. صباح الخير عمو. صباح النور. رسمتي شيء؟ لا. زين، شنو رايك بالرسمة؟ حلوة هاي لو مو حلوة؟ حلوة. زين، شو تحبين؟ شنو الرسمة اللي حبيتيها؟ هاي. هاي؟ زين ليش حبيتيها؟ لأنه لابسة فستان حلو؟ ممكن نشوف الرسمة كرار؟ طبعا بالنسبة للموجودين هذا المكان. نعم؟ كنا نريد نشوف الرسمة بس ما وصل الصوت. ها، هذه الرسمة فتاة تلبس فستان أسود طويل. نعم. حلو. هي عجبتها هاي الرسمة، حبتها. عافية عليها يعني بهالعمر تقدر ترسم هيجي، فهذا شيء يعني إنجاز صراحة. فعلا. الظاهر هي تحب موضوع الديزاين. نعم. نعم كرار، شكرا لك على هذه الجولة اليوم، فعلا استمتعنا بهذه الجولة وياك، شفنا ما شاء الله على الطلاب رسوماتهم كلش حلوة، كل الموفقية لهم يا رب، وإن شاء الله أهاليهم يهتمون بهذا الموضوع أكثر لأنه هم عندهم موهبة. شكرا لك. شكرا لك كرار.